مرحبا معكم سبيك بالعامية واصطلحنا لليوم بالإنجليزي in one piece. in one piece معنى هذا المصطلح إذا كنت عم بحكي عن أشخاص إنه يرجعوا بالسلامة، ما يرجعوا متضررين أو متكسرين أو فيهم أي أذى. فمثلاً الأم لما بيطلع أولادها يلعبوا بالشارع بتقول له للولد بالعربي لا ترجع لي مكسر على البيت، فأنا ممكن أقول له بالإنجليزي please be careful I want you to get back home in one piece. please be careful I want you to get back home in one piece. إذا كنت حتى بموقف صعب، بمشكلة، متورط بمشكلة بس بدي أطلع منها بالسلامة، فحقول I just want to get out of it in one piece. I just want to get out of it in one piece. ممكن كمان بعد حادث مثلا رجعنا على البيت بالسلامة، فحقول Thank God we all got back in one piece. Thank God we all got back in one piece. بستخدمها مع الأشياء، مثلا مع furniture for example. إذا كنت عم بنقل عفشي من مكان لمكان، فعادة توصل أشياء مكسرة. ممكن أقول هالمرة كتير كنت محظوظة أني وصلتني سليمة، أغراضي كاملة وسليمة بدون أي تخريب. فممكن استخدم عبارة، فرح أقول luckily enough the furniture arrived in one piece. luckily enough the furniture arrived in one piece. وانتو فكروا بالأشياء اللي بدكن إياها توصلكن سليمة، أو فكروا بالأشخاص اللي حابين يرجعوا لكم بالسلامة، واستخدموا هذا المصطلح. نشوفكم بالمصطلحات القادمة.